طب سناء يونس الكوميديانة المصرية العظيمة النهارده أيضا ذكرى وفاتها، النهارده يوم يعني مهم في الذاكرة الفنية مع شوف مصر قوية ازاي بقوتها الناعمة، يعني النهارده لما يبقى يوم واحد في مصر اترحل فيه ثلاثة من أهم الكوميديانات، دورها في سك على بناتك ودورها بنتكلم على واحدة من عمالقة الكوميديا، يعني احنا لما اتكلمنا على سمير غانم ملك الكوميديا، عندنا سناء يونس برضو من ملوك الكوميديا او ملكات الكوميديا. سناء يونس كان ليها انطلاقات كبيره ولكن توقف قدام سك على بناتك اللي هي دور فوزيه. ليه احنا بنقول كده؟ لان هي كانت بتقف قدام مين؟ قدام الاستاذ فؤاد المهندس. فؤاد المهندس مش اي حد يقف قدامه بسهوله، ومع ذلك لو اتفرجنا على المسرحيه هنلاقي ان اللقاء اللي كان يجمع او المشاهد المسرحيه اللي كانت تجمع ما بين سناء يونس وما بين فؤاد المهندس هي الاجمل المشاهد في المسرحيه اللي عايشه معانا لحد دلوقتي على قرابه 5 عقود. لحد النهارده سناء يونس ادائها الناس حافظاه جمله جمله، حركه حركه، سواء بقى فوزيه وحنفي واستاذ فؤاد المهندس لما كان بيضربها على المسرح. سناء يونس دي واحده من فعلا من علامات الكوميديا في تاريخ مصر، سواء في المسرح او قدمت حاجات كثيره سواء في السينما سواء في التلفزيون. حقيقه فنانه جميله جدا جدا، ونقدر نقول ان مصر ولاده. يعني هل تتخيل ان النهارده ثلاثة من العمالقة، سمير صبري سواء في السينما أو في تقديم البرامج، سمير غانم في المسرح في السينما والسكتشات الغنائية، سناء يونس في الكوميديا، فعلا مصر ولادة. احنا بنتكلم مصر يا جماعة 120 سنة أو 135 سنة دلوقتي السينما موجودة في مصر، هي تاني دولة تدخلها السينما. الفنانين المصريين موجودين على مستوى العالم. عمر الشريف أول واحد طلع من مصر وراح هوليود وكانت أفلامه أول، يمكن أول فتى أول في المنطقة العربية ويمكن الأوحد كمان. شوف بقى عندنا فنانين عبد الحليم، أم كلثوم، قوة مصر الناعمة هي اللي أثرت في المنطقة كلها. احنا شفنا الاداء المصري، يعني النهارده في يوم واحد في ذكرى ثلاثه من الفنانين زي ما حضرتك بتقول، والثلاثه يجوز لينا ان احنا نضيف طبعا استاذ سمير صبري من ضمنهم في بالذات الكوميديا. يعني احنا عندنا الاستاذه سناء يونس عندها طريقتها في الكوميديا وزيها الاستاذ سمير صبري، ده كوميديا وده كوميديا ولكن كل واحد كان خطه مختلف تماما مختلفة. والاستاذ سمير صبري برامج وتابعنا من واحنا صغيرين بنتفرج على البرامج في التمثيل وفي الغناء، وكمان التمثيل كان له الأدوار اللطيفة جدا المحببة، مش هنقول إنها كانت كوميدية من المقام الأول ولكن كانت محببة ولما تشوفوا فيها تبتسم. فإحنا بنتكلم إن كل واحد له طريقته وكل واحد له طريقته في إنه يوصل لقلب الناس ويضحكهم. إحنا بنتكلم كمان إن مصر فيها فنانين كل واحد مستقل بذاته، مفيش بصمة زي التانية، في تنوع. يعني كوميديا سمير غانم غير الكوميديا اللي موجوده عند سناء يونس، غير الموجوده عند عادل امام، غير اللي عند سعيد صالح، وهكذا. ليه؟ لان مصر ام الدنيا في الفنون.